عندي فراخ بقطعها مكعبات صغيرة، عندي بصلتين، فصين اتنين توم مفرومين، بعد كده عندي شوية من البابريكا وشوية من البهارات الفراخ، عندي كريمة طهي وعندي كزبرة مفرومة وعندي الزبدة، وبعد كده عندي المكرونة السوستة اللي حضرتك كده شايفاها. طيب ماشي عشان خاطرك بس خال، حط عندي الايه شويه من الزيت الذره، بعد كده بعد ما بنحط الزيت هجيب عندي البلانشه بتاعتي ونبدا ان احنا نعمل ايه بصلتين اتنين نقطعهم مفرومين، افرم البصل فرم ناعم، احلى حاجه في موضوع المكرونات السهوله بتاعتها، يعني السهوله بتاعتها، يعني عشان كده اكتر حاجه يعني خدناها المطبخ الايطالي. الطليان دول اصلا تيجي تعشرهم، يعني انا عشرت اكتر من كذا حد ايطالي، تحس ان هم شبه مصريين قوي، حتى في طريقه الاكل شبهنا في كل حاجه، عشان كده اكتر مطبخ اشتهر عندنا هنا في مصر هو المطبخ الايطالي، حتى سبحان الله نفس الكروش، يعني هم يعني عندهم كروش نفس اللي عندنا بالظبط، ما بيختلفوش عندنا في حاجه، لان اكلهم برضو كله نفس الكلام، بيتزات ومكرونات وحوارات عندهم. تعال ناخد عندنا البصل المفروم ودمهم خفيف جدا، خلي بالك انا اخف دم اتعاملت معاهم بصراحه في المهنه، يعني الطليان بصراحه طول ما قاعدين بيهزروا زي المصريين بالظبط. حط عندنا الزبده، لكن الشيفات الفرنساويين بقى ايه اللي انا اشتغلت معاهم، سلام على النزاهه، ساعة ايه ويونيفورم ايه كلهم كده، حبوا النزاهه زي عينيهم ان شاء الله عليهم يعني، لكن الطليان لا زينا بالظبط، واتنين كده الفرنساويين كده ما بحبهمش عندهم حته تناكه كده غريبه. هنا حطينا فصين اتنين توم، ونقوم واخدين عندنا الايه الدجاج اللي انا مقطعه عندي مكعبات، طايفينه فين عندي على البصل ماشي، نجيب شويه البهارات اللي عندنا بقى نبدا نشتغل بيهم، شوية فلفل أصفر، ندي التقليبة المحترمة، يلا بينا على ما الفراخ كده تبدأ ليها تتشوح معانا وتستوي معايا وتتظبط، مش هديها صوصات ولا نديها أي حاجة خالص غير لما نيجي من الفاضي. هنا ناخد عندنا إيه الكريمة، شوية بقدونس بس شوية صغيرين، بعد ما الدجاج عندي شوحته كويس جدا وهوبا نقوم نازلين عندنا بالكريمه، الله الله الله. ونسيبها ايه تتقل شويه معايا، وبعد كده نبدا نحطها عندنا في الطواجن بتاعتنا ونبدا ندخلها عندنا الفرن مع الايه الجبنه. بص اللون بتاع الفراخ عامل ازاي، ده هو شويه عيش والله، ونبدا ايه نغمس دلوقتي شويه عيش دلوقتي ونغمس، نشوف الايه نشوف الملح اخباره ايه، الله الله
ممتازه كده الدجاج ايه اتظبط ظبطت السنين. نقوم واخدين ايه شايلين دي دي نقوم واخدين عندنا المكرونه اللي انا سالقها برده نص سوا عشان لسه هدخل عندي الفرن. نقوم واخدين ديت الله 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 الله. بس يا باشا بص المنظر المكرونه عامله ازاي. انا بص بقى انا عامل بها منظر حلو بصراحه. انا عجبني الحوار ده زي ما هو كده. الطاسه اصلا بتخش فين؟ الفرن. هي زي ما هي كده تقوم منظفها بس الحروف بتاعتها وكده ومظبطاها الاحرف بتاعتها. ونقوم عاملين ايه بقى؟ واخدين عندنا الميكس جبن اللي عندنا ديت شال الكازارول الجامده ديت. اصحى بقى نقوم واخدينها كده وحطينا فين؟ في الفرن كده بميل كده عشان تطلع معايا مظبوطه. بس هو يتقدم كده زي ما هو كده ماله ده وحش زي الفل زي ما هو بالظبط. نقوم واخد كده هيطلع معاك الجبنه ومعاك الحقيقه المكرونه والصوص الجميل المحترم بالفراخ.